والآن مع رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر فضيلة الدكتور عبد الرزاق قسوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل الأوفياء لنهجه وهديه وسنته إلى يوم الدين، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات الأفاضل، جزا الله كل من أعد واستعد وأمد لإحداث وإنشاء هذا الفضاء الإنساني الفسيفسائي المتعدد الأطياف والمختلف الألوان والمتنوع الديانات والمذاهب. لقد كان هذا الفضاء مصنعا جديدا للعقل، تعلمنا فيه واستفدنا منه مختلف التوجيهات والتعليمات في التسامح وفي التعايش السلمي حول من نختلف معهم بأدب الاختلاف. ولذلك أقول بأن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في كلمته الافتتاحية بالأمس قطع قول كل خطيب، وكان فصل الخطاب عندما قال بأن هذا الموضوع، موضوع هذا الملتقى الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي، ما كان له أن يكون لو أن المجتمعات المختلفة فهمت الفهم الصحيح للإسلام وطبقته تطبيقا صحيحا وعملت به عملا جيدا. ولكن للأسف الشديد بعض النشاز، بعض المنغصات، بعض التي دخلت مجتمعنا في خلسة منا أو في غفلة منا هي التي أوجبت مثل هذا التصحيح للمفاهيم والتحديد للمصطلحات وتعقيب على التعقيبات التي تأتي تحت عنوان الإسلاموفوبيا وتحت عناوين مختلفة. لذلك أيها الإخوة، ما كان لهذا الملتقى أن يكون لو أن كل واحد منا وكل واحدة فهم الإسلام فهما صحيحا وطبقه تطبيقا صحيحا وعمل به عملا مهما. ومن هنا فإننا نقول بأن على العلماء بالذات أن يسدوا الفجوة التي تصنعها هذه الجهالة بالدين والجهالة بالإسلام، ويكون للعلماء هذا الدور الذي يطلعون به عندما يحققون الوئام والانسجام بين الحاكم والمحكوم في عدل إسلامي جميل. لقد سبق في منذ سنوات في 1937 أحد علمائنا الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس كتب مقالا عظيما بعنوان إلى محمد أيتها الإنسانية. وإلى محمد أيتها الإنسانية معناه إلى وثيقة المدينة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم في تحديد العلاقات بين الإسلام وبين غير المسلمين. ومنذ سنوات أيضا كتبت إحدى العالمات الدينيات الأمريكية بالإنجليزية، كتبت أيضا كتاب محمد نبي لزماننا. هذا العلاقة بين ما كتبه في 37 الإمام عبد الحميد بن باديس وما كتبته هذه العالمة يلتقيان حول الجامع المشترك الأعظم، وهو أن الإسلام وكل دين صحيح ينبغي أن يعمل ويدعو إلى الأخوة وإلى المحبة وإلى التسامح وما إلى ذلك. إذن للقضاء على كل تطرف ديني، للقضاء على ما نسميه داعش أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يكون من منطلق عدم الإقصاء، عدم التهميش، عدم الظلم من جهة، ومن جهة ثانية
علينا كذلك أن نعمل على أن يكون الإسلام هذا الذي ننتمي إليه جميعا هو الحكم الفيصل بعدل وبإتقان وما إلى ذلك. ثم إن حديثنا عن الأقليات وعن الأغلبيات لا ينبغي أن ينسينا أيضا المعاناة التي يعانيها أو تعانيها بعض الأقليات المسلمة في بعض البلدان من العالم، لأن كذلك لدينا نحن الشجاعة كمجتمع إسلامي أننا نأتي إلى هذا الفضاء لنقوم بالنقد الذاتي ونصحح أخطاءنا ونعلن عزمنا على مواصلة الجهد من أجل تجاوز هذه السلبيات، وكذلك نطالب أيضا المنتمين إلى مختلف المذاهب ومختلف الديانات ومختلف الطوائف أن تكون لديهم الشجاعة أيضا في أن يعملوا على تخفيف المعاناة التي يعانيها إخواننا المسلمون وخاصة في فلسطين وفي بعض البلدان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نفهم ديننا وأن نفهم بقية الإيديولوجيات حتى نتعايش بسلم وأمن وأمان. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.